جميلة وفوز وانتصار جميل، عودة للمباراة بعد خسارة 2-0 صرنا نقلبها 3-2 بحضور هالجمهور الرائع اللي فرحوا ويستاهلون فرحة. في مرتين كنا أقرب منها نفوز لكن سبحان الله ما فرحناهم، استطعنا اليوم نفرحهم وطلعناهم من الملعب المباراة وهم مبسوطين. اللهم لك الحمد والشكر، ألف شكر لهم على حضورهم ومساندتهم، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. بعد الهدفين حسيت المباراة ممكن تروح منكم اليوم؟ والله المباراة الحقيقة كنا في بداية من بدايتها وكنا أفضل وكنا ماسكين الكرة أفضل ووصلنا استطعنا نوصل المرمى الوحدة وضيعنا كم فرصة. في المقابل الوحدة اعتمدت هجمات مرتدة وخطف جولين، يعني بعد سوء تغطية وأخطاء فردية أظن كان ممكن يخسرني يطلع من جو المباراة، لكن الحقيقة شخصية اللاعبين اليوم أثبتت أنهم يستطيعون لهم العودة وتماسكوا خمس دقائق بعد الهدفين وبعدين استطاعوا يرجعون المباراة شوي شوي. استطعنا في الشوط الأول يعني في 10 دقائق نرجع بهدفين ونتعادل 2-2، فبدأ الشوط الثاني استطعنا نحن نحقق الفوز. ألف شكر لكل من حضر، ألف شكر للاعبين، قدموا مباراة بطولية. ما زلنا احنا في موقع خطر الان، نحتاج نقدم الاكثر، لكن الحقيقة اليوم يبين لنا وجه الفريق الحقيقي اللي كنا احنا قاعدين ننتظره من زمان. الفريق اصبح قدامه الفرصة انه يستطيع انه ينافس ويستطيع انه يقارع اي فريق. احنا شفنا انفسنا قدام الفرق الهلال، قدام النصر، قدام الاهلي، كيف ان احنا نلعب ونستطيع ان نقدمها في كل مباراة، بس متى ما استمرينا بالعطاء على نفس المستوى من من من, من القتالية والروح. اليوم اللهم لك الحمد والشكر، حقيقة فرق كبير بين المباراة اللي فاتت اللي كانت في أرضنا ومباراة هذه، حتى مع مباراة الأهلي اليوم شيء الأستاذ خالد طريس اللي قد أدار المباراة بشكل جيد بهدوءه وكان حتى إدارة المباراة بشكل جيد، ما في أخطاء تذكر، يعني أشياء بسيطة يعني أكيد يعني كيف كرة مباراة كرة القدم، لكن كان إدارة المباراة بهدوء ويعني عنده كان فني إدارة المباراة موجود عنده اليوم بشكل جيد واستطاع يدير المباراة بشكل سليم من الفرقتين الحقيقة. فألف شكر له، مثل ما تكلمنا على التحكيم في الماضي انتقدنا، نقول ألف شكر للطاقم التحكيم اليوم، وان شاء الله نتمنى والله نتمنى بكل قلبنا احنا نفرح لجو حكام السعوديه ودار المباراه بشكل جيد. احنا اول ناس نصفق لهم وهنأهم وهذا يعني لان هم معانا وهم شركاء، فنتمنى منهم ان شاء الله باذن الله انهم يفرحون مستوياتهم الرائعه في التحكيم اللي تفرح كل سعودي. ايش سالفه المكافآت في غرفه ملابس؟ والله عادي اكيد طبعا بعد فوز يعني اكيد في مكافآت وفي فرحه. احنا من زمان ما فزنا في ارضنا، من مباراه الحزم تقريبا 7 جولات ما فزنا في الحزم، فالفريق مبسوط فرحان وحضور الجماهير اليوم فاكيد نفرحهم بالمكافآت واستاهلوا ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. شكرا.